السلام عليكم متابعي القناة ديالنا اوتو الزائر، مرحبا بكم في فيديو جديد مع سيارة جديدة بي ام دبليو اكسيس باك ام موديل 2008 دبليو في ماروكان طلوة لتر فيها الاكس درايف جوان 20 فيها بواطا فيتاس اوتوماتيك 3 اوفون الصباغة الاولى فيها لاحظ السيارة بقى نقية جامي اكسيدنتي والثمن ديالها راه ثمن مناسب اللي بغا يتصل بينا تلقاو رقم الهاتف ديالنا في صندوق الوصف وما تنساو تدعموا القناة ديالنا باش يبقى يوصلكم ديما الجزء الجديد على القناة ديالكم اوتو الزائر